الست هي اللي بتبقى مسيطرة، بس الست الذكية هي بتدي للراجل المفتاح او يعني الاحساس ان هو المسيطر والمهيمن. شنطة لها مفاجأة، حطيها في جيب الجاكيت من الجواكت، يعني خليه يتفاجئ طول الوقت، اعملي له مفاجآت. ممكن مثلا لو في عيد جوازهم ممكن مثلا تحط له في يفتح الكوميدين ويلاقي فيه حاجة، يفتح الدولاب يلاقي فيه بالونة، يلاقي فيه حركات، تجي فيه دفتر شيكات كده ممكن تكتب له فيه كلام حلو. فانت خلافاتك تبقى انت وهو مع بعض، ما تبقاش لحد وخاصة المقربين. اوعي تكسري صورته عند المقربين ليه. الرجل كهف خاص، هو طالما دخل الكهف ده تحاوليش انت تقربي ولا تفكري ولا تحاولي تقتحمي ولا تزني ولا يعني احترمي هذا الصمت. مش لازم تثقي في الراجل على فكرة، كوني واثقه في نفسك. يعني في ستات كتير تيجي تحكي لي تقول لي هو طول الوقت عينه زاغه، طول الوقت انا مش واثقه فيه، طول اقول لها ثقي في نفسك، ثقي في نفسك انت مش مهم. على فكره طبيعي جدا ان الراجل عينيه تشوف، ده يعني تركيبه بشريه، لازم نحترم الضعف الانساني. بس هو غض بصره يعني الدنيا بس هتعدي. هو المهم انه على فكره، وممكن لو يعني حاجه كده اللي هو ملهاش تاثير يعني ممكن تخليه يرجع يحبك. يعني هي لازم نعذر الزوج ونحترمه ونحبه ونوجد له كل المبررات والاعذار، ونقول لكل رجل في حياتنا سواء كان اب اخ ابن زوج تحديدا شكرا. ده من يوم ما اتجوزتك يعني ما خرجتش غير فين وفين؟ هي تقاليد عيلتنا كده، الزوجه المحترمه لها اربع خروجات ودخلتين.